والآن كلمة السيد صلاح الدين عاشور ناظر المدرسة. من النهاردة أنا ناظر المدرسة، اللي عاوز يتعلم يتعلم، اللي عاوز يروح يتفضل. ابن ناظر، ناظر مدرسة عاشور بقى ناظر، عشان كده رفضني من المدرسة. يا ترى هيقدر يكون ناظر؟ مش عارف. انت عاوز ايه؟ انت لسه هتسألني؟ ولا هيسيب الشغلانة دي؟ الناظر صلاح الدين، السبت في هذه الأوقات على قناة ARTL أفلام واحد.